انا عايز الحقيقه اسال على مسلسل الاختيار بس نقطه محدده. تمام. لو رجعنا لشكل درامي من نفس النوعيه ليه مثلا رأفت الهجان، هنلاقي كان بيدور الحدث وبعدين بيرجع لضابط كان بيبقى بالنسبه لي رمانه الميزان اللي بيقول لي صح والغلط او اللي بيسقط لي اللي بيحصل على الواقع. هل انه ما حصلتش حيله دراميه زي دي في الكتابه مثلا او حاجه نقصت منه كتير؟ ان انا مثلا لما بيجيني على لسان الارهابي منطوق معين او على لسان الام لما بتلف وتقفل الدايره عند حد بره القصه بيبقى احسن ولا كده احسن؟ احنا قلنا برضك وانا هنا قلت انا عندي ملاحظات كتيره جدا 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 على سيناريو مسلسل الاختيار، ولكن الواحد قدام الحالة اللي عاملها وقدام فكرة انك تعرف الاجيال الجديدة والشباب ان في شباب من نفس عمرهم بيروحوا يموتوا عن طيب خاطر وعن اقتناع علشان يحافظوا على تراب ارضهم وبلدهم، ده هدف كبير جدا وعظيم جدا ما نقدرش يعني نقف بقى قدامه ونقول اصل الاداء ما كانش كويس، اصل السيناريو ما كانش كويس. لو احنا بنتكلم في كده لا، السيناريو كان ممكن يتعمل افضل من كده بكتير، اداء الممثلين كان نشتغل عليه اكتر من كده بكتير، بس الناس دي اشتغلت في ظروف قاسيه جدا، اشتغلت مع اجتياح فكره كورونا، في اعداد كبيره جدا من المجندين ومن العمليات الخاصه اللي في الصحراء، يعني اكيد في قلق عندهم، اكيد في لحاق للوقت وان انا بجري بسرعه عشان اخلص حلقاتي، اكيد عنصر الضغط كان فارق جدا، ولو كانوا عملوه في ظروف غير ازمه كورونا والحظر والمجاميع والكلام كان طلع احسن من كده بكتير. كان عندنا اسماعيل ياسين في الاسطول، اسماعيل ياسين في الجيش، اسماعيل ياسين في الشرطه، كان بيورينا قد ايه بلدنا، كنا بنشوف الحاجات. الاختيار عمل لنا ده السنه دي. الاختيار اعتقد لو الدوله فتحت التطوع للحرب في سيناء للشباب اعتقد ان يوم بالظبط كده هو علمنا فكره، يعني انا من يومين كتبت احنا طلعنا ما بنحبش البلد قدام التضحيه اللي بشوفها من المنسي في الحقيقه والناس اللي بتموت والناس اللي لما بيقولوا انا عندي عمليه مداهمه مين هيجي معايا والشباب يرفعوا ايديهم كله عايز يروح فبجد احنا بنناضل من كلف كيبورد واحنا قاعدين قدام في التكييف وفي المكاتب بتاعتنا وفي بيوتنا وسط اولادنا واهلنا وبنقعد ندي راينا في البلد وايه اللي بيحصل ولا ما ينفعش يحصل كده، وفي ناس تانية يعني بتموت علشان افضل بمارس دوري اللي هو العادي اللي هو ما كمان بيموتوا حبا في الارض حبا في البلد، يعني هم في عقيده مؤمنين بيها عقيده وعن طيب خاطر كل واحد بيسعى لفكره الشهاده ودوت مش غريب على يعني احنا الجيش المصري طول عمره كده من 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 حتى من الانكسار من 67 الناس ما سكتتش لما جابت حقها في 73، فدي عقيده هتفضل راسخه جوه كل جندي مصري لحد ما ربنا يعني يأذن بالقيامه ان شاء الله. طيب مصطفى برضو خلينا في مسلسل الاختيار، يعني انا حابه اتكلم عن الصوره بقى، المخرج بيتر ميمي ناس كلها بتقول انه مخرج واعد هيغير صوره الدراما المصريه، الشاشه، المشاهد، التصوير، انت شايف ده ازاي؟ لا انا مش شايف دوت، انا شايف ان بيتر مخرج عينيه اجنبيه شويه وبتروح للمشاهد الاكشن، لكن في المشاهد الانسانيه بيتر ما عندوش الوعي او الحس بتاع استاذ محمد ياسين، بتاع احمد صالح، بتاع سامح عبد العزيز، بيتر عينيه كلها مليانه افلام اجنبي، التراكم بتاعه كله نتيجه فرجته على مشاهد اجنبيه كتير جدا، فبيبقى متالق جدا 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 في الاكشن وفي الحاجات اللي فيها مطاردات، لكن لما باجي في مشهد ممكن ما يكونش فيه كلام يا نور بس فيه لغه عينين وفيه لغه جسد، زي المشهد مثلا بتاع وفاه ابو المنسي اللي عمرو امير قرر، هو بيتر اكتفى بفكره ان امير يفتح الباب وينزل دمعه من عينه ويقفل الباب. المشهد ده كان اتعمل احسن من كده مليون مره، كان في لغه هتبقى راقيه جدا لو كنا شفناها على الشاشه، لكن هو اكتفى بدوت على عكس المطاردات اللي بنشوفها، يعني في حلقه امبارح عامل الكمين الهجوم بتاع القوات المسلحه على المزرعه، يعني اخر مزرعه اخر مزرعه، فطلع عظيم جدا جدا. فكل واحد مفيش حاجه اسمها مخرج كامل، في ناس عندهم امكانيات معينه في مناطق معينه في الدراما وفي ناس عندها ضعف في مناطق معينه في الدراما. بيتر محتاج يشتغل شويه على الانسانيات، محتاج يشتغل على الدراما الوان تو وان اللي ما بين الممثلين وبعض، لان الموضوع مش في الاخر جري واكشن وطيارات وحرب، الدراما فيها حاجات ابعد من كده. طب يمكن خلفيه الطبيب هي اللي عامله فيه كده شويه، ان هو دايما الطبيب بيبقى بوضع حته هو انا ما اقدرش اقول ان بيتر مش متميز كمخرج، هو متميز كمخرج، ولكن ما اقدرش اقول عليه ان هو افضل مخرج في رمضان او ان هو هينقل الدراما المصريه، انا كده ببقى بظلم ناس. طب ينفع نقارنه بنفسه بالممر والاختيار؟ هو انا حاسس الممر كان استاذ شريف عرفه، ما كانش بيتر. استاذ شريف عرفه، استاذ شريف عرفه لا كان في البيتر ميمي، كان عامل السنه اللي فاتت اللي هو كلبش الثلاثيه بتاعت امير كراره، وكان عاملها برضه لانه مسلسل بيعتمد على فكره المطاردات والاكشن المخرج يبان لما يعمل مسلسل
قايم على فكرة أداء الممثلين. يعني فكرة إزاي أرصد أداء الممثلين، إزاي أرصد لحظات الحزن، إزاي أرصد يعني المخرج زي ما بيقولوا كده رب العمل. فلو أنا ههتم بجزء على حساب جزء تاني مش هقدر أنجح ويبقى ليا تاريخ أقدر أستند عليه.